هل المهم ما تعتقده أنت عن نفسك أم ما يعتقده الآخرون عنك؟ أنا متسق مع نفسي من البداية. فإلى أي حد سوف يكون سقف الحرية في الأسئلة؟ والله لا تسألني أنا، اسأل عن القاضي اللي حكم عليك. محمد الحضيف الإعلامي ذهب ضحية الحسابات الإيديولوجية. أنا تعرضت لعملية تهميش بكل ما تعنيه الكلمة. حدث إني رأيت فتاة كذا لكنها صدت، فأصبح الناس يتوجسون من محمد الحضيف. يعني في خطورة، أنت رجل خطير. هكذا صنفوني. يعني لماذا يقول الناس عنك هذا وأنت ما تشعر به؟ لا تسألني هذا السؤال. اشتقت لأحباب اللي فارقوني. هديل الله يرحمها كانت حلمي ومشروعي الذي لم يمت بموتها، يعني ظلت رحمها الله تحتفظ بذلك الألق حتى بعد رحيلها.